اهلا بحضراتكم. الفقره دي خطيره ومهمه جدا جدا جدا، لان هنتكلم فيها عن مشاكل الادويه وسلوكيات تناول الدواء. زي ما حضراتكم عارفين ان موضوع الادويه بقاله فتره عامل هاجس كده ناحيه المواطنين وتحديدا المرضى البسطاء. اي حد بيتعب، لو اتكلمنا خلينا ناخد كده الشق المباشر شويه، اي حد بيتعب تلاقي مثلا جنبك دكتور خد كذا وخد كذا وخد كذا من غير ما نروح او نزور طبيب يدينا الادويه. الشق الاخر بقى موضوع غلاء الادويه، اللي احنا يعني طبقنا القانون بتاع غلاء الادويه عشان نوفر كميه كبيره جدا من الادويه. نتيجته بقى اللي كانت اثارت العديد من الذهول لدى الكثير من المواطنين هو نقص حوالي 1750 نوع دواء سواء مصري او مستورد من الصيدليات. طب احنا طبقنا موضوع غلاء الادويه ده عشان نوفر الادويه، كان فريسه فيها طبعا المواطن البسيط. شركات الادويه ما كانتش رحيمه تماما مع اي مواطن بسيط وتحديدا المرضى المصريين. طيب دور وزاره الصحه ايه؟ اعتقد ليها دور ملموس انها يعني تقدر تراقب شويه او تقدر تتفاعل شويه مع شركات الادويه بحيث ان هم يوفروا الادويه. لا اقدر اقول لحضراتكم في الفقره دي هنحاول نتكلم عن شقين. الشق الاول سلوكيات تناول الادويه، ازاي احنا نقدر نتناول الادويه بشكل ايجابي، مش معنى انا عندي نزله برد او تعبان زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي لا خد مش عارف ايه واشرب مش عارف ايه واعمل مش عارف شكرا على نصيحتك، ولكن لازم ان احنا نزور دكتور او صيدلي يكون فاهم هذا الموضوع، ويفضل طبعا طبيب مختص. الشق الثاني اللي هنتكلم فيه في موضوعنا في الحلقه النهارده موضوع غلاء الادويه ونقص الادويه ومن هو السبب الرئيسي حول هذا الموضوع والدور الامثل بحيث ان احنا نقدر نعدل هذه المنظومه وتحقق رضا كبير جدا من المواطنين وتحديدا المواطن المصري المريض البسيط. ارحب بضيوفي اللي مشرفيني في هذه الفقره، دكتور محمد جاد وعضو التجمع الصيدلي المصري، اهلا بيك يا دكتور. اهلا وتحياتي لحضرتك. اهلا بيك. والدكتوره اسماء عبد الله الصيدلانيه، اهلا بيك يا فندم وتحياتي لحضرتك. منورنا الحقيقه يا فندم ومشرفينا. وبنتكلم الحقيقه عن المنظومه الطبيه وعن العلاج او الشفاء، فلازم يكون في دواء لكل داء اكيد دواء. فخلينا نتكلم عن مشاكل الدواء في مصر، ايه اهم المشكلات اللي ممكن يكون بيواجهها الدواء في مصر، وخلونا نقول زي ليدس فيرست دايما. فهنبدا يا دكتور محمد بدكتور اسماء. اولا عندنا في بنتكلم على المستشفيات الحكوميه يعني العام، عندنا مشاكل، اكتر مشاكل ممكن تواجهنا عندنا في المستشفى اللي هي اول مشكله العهده. طبعا انتوا عارفين العهده ده شغل اداري فني، مش شغل صيدله، يعني صيدله واقفين ان هم ينزلوا يستلموا عهده ويجردوا عهده ويمضوا على عهده وان هم جرد وينزلوا في دفاتر ويسجلوا نسجل الروشتات والحاجات دي. طبعا دي ولو سرنجه ناقصه بقى مشكلة. ولو سرنج مشكله، ولو التفتيش دخل بقى مش بيراعي حاجه زي كده، ده لو في سرنجه اصلا، ولو في ده لو في اصلا. ده كان الاول كان الدنيا بخيرها، دلوقتي عاد مفيش، يعني الادويه كل شويه في نقص يعني بطريقه. سؤال معلش انا اسف في مضمون سؤال دينا، هل الادويه اللي ناقصه في الصيدليات بره برضه هي نفس الادويه اللي ناقصه في مستشفيات الحكومه، ولا المستشفيات الادويه ما فيهاش حاجه ولا ايه؟ هو طبعا النقص بيبقى في كل مكان، بس يمكن يعني المستشفى اهو يعني لو ممكن لو حاجه بس متوفره بكميه قليله، ممكن تبقى موجوده بس بكميه قليله، اللي هي ما ينفعش ان هي ما تسدش حاجه. المشكله اللي عندنا بقى اللي هي مشكله العهده دي طبعا مأثره علينا في الشغل، زي مثلا ان احنا يعني بتشغلنا عن ان احنا لما نيجي نصرف للمريض. طبعا ان احنا المفروض يعني باعتبارنا كصيادله مش مسؤولين على يعني مش شغلنا ان احنا نصرف بس، هو اي حد ممكن يجي من اي مكان يصرف. ان احنا ممكن المفروض نتعامل مع المريض، نفهمه الطبيعه بتاعه الدرج ايه، الدوزس، نفهمه ان الدرج ده يتاخد قبل الاكل ولا بعد الاكل، ده كله شغلنا. لو بياخد مثلا ادويه تانية في بينها تر اكشن او كده، نفهمه لا الدواء ده ما ينفعش يتاخد مع ده، لا ممكن نغيره، ممكن حاجه الصبح وحاجه بالليل، ممكن في ادويه تتاخد قبل الاكل مسموح بيها، وفي ادويه ما ينفعش بعد الاكل، في العكس كده. طبعا مش عندنا وقت لده كله، احنا عندنا ان احنا الوقت ده كله يعني اللي هو الوقت ما فيش ان احنا بنصرف للمريض، حتى ما بنلحقش نتكلم معاه، لان طبعا احنا مشغولين بحاجات كتير. وبعدين في المستشفيات عدد الصيدله بيقل، طبعا الشباب ما بيحبوش الشغل الحكومي، مش في حكايه ما بيحبوش، ان هم الشغل الحكومي بالنسبه لهم مش حاجه، ما فيش لسه شباب في اول حياته متخرج، شغل الحكومي مش بالنسبه له مش حاجه، يعني سي 1800 1900 مش حاجه، مش عائد المادي يفتح بيه اسره، لا مش هيفتح بيه. فطبعا الشباب تلجا ايه بقى، ان هي بتقدم استقالتها او تاخد اجازه وتسافر بره، يعني ما دول الخليج موفر لهم عقود بكده، يعني ومنتهزه فرصه ان يعني طبعا صيادله يعني مش اخدين حقهم زي ما بيقولوا في بلدهم. طيب
دكتور محمد، دكتور صيدلي محترم زي حضرتك هو صديق دكتور ايمن حسن، قال لي مقوله ومش غايبه عني من ساعتها، بيقول لي علاقه الصيدلي مع شركات الادويه المفروض زي علاقه الام بابنها، اكيد علاقه حميمه وعلاقه وطيده. هل هذه المقوله ما زالت موجوده، ولا في ظل هذه الازمه والموضوع المثار بشكل عام ما بين الصيدلي وشركات الادويه نقدر نقول في علاقه وطيده ولا في مشاكل؟ والله هو في الفترة اللي فاتت كانت العلاقة يعني إلى حد ما يعني قريبة، والدنيا كانت كويسة، والناس يعني كان فيه يعني شغل كويس ما بين الصيادلة وما بين شركات الأدوية أو شركات التوزيع. لكن في الفترة الأخيرة ديت بدأت العملية تتوتر نتيجة نقص أدوية، نقص حاد. الناس طبعا بتتعامل مع الصيدلي مباشرة، ما بتتعاملش مع الشركة، وبالتالي الصيدلي هو اللي بيشيل كل حاجة. الشركات في حاجات بدأت تضغط على الدولة وعلى الحكومة علشان ترفع الأسعار بتاعتها، بداعي إن الدولار سعر الصرف مش مظبوط، الدنيا مش مظبوطة، فبدأوا يجففوا السوق بمعنى يعني أصح، إن هم بعض الأصناف بدأت تختفي تماما من السوق، ما احناش لاقيينها، يعني بعض الأصناف وأصناف حيوية. صحيح. فبدأت يعني الكلام يتقال إنه احنا مش عارفين نصنع لأن احنا بنستورد بالعملة الصعبة والروماتيريال بتاعتنا بنجيبها من بره، وبالتالي احنا مش عارفين نغطي التكاليف بتاعتنا، فلازم ترفعوا اسعار الادويه. رفعنا اسعار، فكان للاسف الشديد انه دي الطلبات، يعني هم دلوقتي بيتنصلوا من الموضوع، بيقول لا احنا ما كناش عايزين نرفع، امال مين اللي كان عاوز يرفع ومين المستفيد؟ هي شركات الادويه هي المستفيد الاول، مش عايز اقول الاوحد من القصه دي، لانه الصيدلي هامش الربح بتاعه ثابت بقاله اكتر من 50 سنه. تمام. يتكلم في 20% هامش ربح للصيدلي. تمام. اتكلمنا في قرار 449 اللي هو 499 اللي هو المفروض بيقول ان اي صنف هيزيد يزيد هامش الربح للصيدلي ليوصل ل 25%. للاسف الشديد ان هم بعد ما تحايلوا على القانون، بعد ما ضغطوا على الدوله ونقصوا الادويه، والدوله استجابت للضغط دوت وطلع قرار مجلس الوزراء ووزير الصحه برفع الادويه 20%، وده كان برضه قرار عشوائي. رجع معايا القرار، القرار بيقول زياده 20% على الادويه اللي اقل من كام؟ الاقل من 30 جنيه. حلو قوي. ودلوقتي الادويه اللي فوق 30 جنيه غليت ليه؟ اعتقد ده مش سؤالي انا، سؤال كل حضرتك. ده فعلا ده سؤال المصريين كلهم، واحنا منوطين ان احنا نجاوب. تمام. اللي حصل ان هو القرار كان طالع في بدايه الامر من مجلس الوزراء بزياده 20% على كل الادويه اللي تحت 30 جنيه. تمام. يعني 20% على العلبه كلها، يعني العلبه اللي فيها خمس شرايط بتزيد 20%، مش 20% على شريط، بحيث ان احنا نلاقي الزياده كلها بقت 150%. ما هو حضرتك اللي حصل ده التلاعب اللي حصل، حضرتك اللي حصل، حصل اثنين من التلاعب، يعني حصل حاجتين نقطتين مهمين جدا في التلاعب، لازم الناس كلها تكون فاهمه القصه ديت علشان، وانا بحيي حضرتك بصراحه، لا يظلموا الصيادله ولا يظلموا الحكومه نفسها. صحيح. يعني هو في تخبط صحيح في القرار، كان المفروض يتعدل من الاول 20% المفروض كانت على الادويه اللي اقل من 30 جنيه. جميل. اللي حصل ان هما الشركات بدات تتحايل على القانون وتقول لك مثلا علبه زي ساي مثلا ديكساميثازون امبول كانت مثلا ب 4 جنيه ونص. تمام. الامبوله بجنيه ونص. بدات شركات الادويه تقول لك لا ده انا مش هزود، المفروض ان انا ازود 90 قرش فتصبح جنيه مثلا، فتصبح 5 ونص. تمام. قال لك لا انا هزود على الامبوله، الامبوله بجنيه ونص. كان في ملحق في القرار او بند ثاني في القرار ان الحاجات اللي هي 2 جنيه فما اقل يحصل زياده فيها بنسبه الضعف. يعني الحاجات اللي مثلا ب 2 جنيه تبقى ب 4 جنيه. صحيح. فهو قال لك خلاص الامبوله بقى في الادويه اللي بعد 30 بقت الضعف. فقال لك بقى لا ده انا سعر الامبوله عندي جنيه ونص، ازود عليها كمان جنيه ونص تبقى الامبوله ب 3 جنيه. تمام. وبالتالي تبقى سعر العلبه 9 جنيه. طبعا ده حاجه مش واقعيه، دي حاجه اصلا. طب رجعنا بقى، المفروض ان الزيادات كانت بتحصل في السنوات اللي فاتت ازاي؟ هو ده السؤال المهم جدا اللي هو بقى فيه يعني نقطه جوهريه في الموضوع. تمام. زيادات بقى لنا اكتر من 30 40 سنه. زيادات بتحصل انه الاداره المركزيه للشؤون الصيدليه في وزاره الصحه بتقعد مع الشركات وتعرف ايه الاصناف اللي هتزيد وايه اللي هي هتوافق عليه وايه اللي مش هتوافق عليه، وتنزل بيها كتيب يلتزم به الجميع. نعم. هذا الكتاب اسمه نشره دوريه بالظبط، تصدر من وزير الصحه بناء على اللي هم اتفقوا عليه وعلى الزيادات اللي هتحصل، وتتوزع على جميع الصيدليات على مستوى الجمهوريه، وملتزم بها شركات الادويه للشركات المنتجه ومخازن التوزيع او شركات التوزيع والصيدليات. اللي حصل في القرار اللي فات دوت ان هو قال لك 20% وسابها مفتوحه، فاصبح ما نزلش كتاب الدوري اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو ملزم للجميع، اللي هو بيوضح بقى بيقول لي مثلا شريط الاسبازمو دايجستين ده بكذا، كان بكذا وبقى بكذا، لا هو قال 20% على جميع الادويه اللي تحت 30 جنيه. رقم 2 قال انا هزود الحاجات اللي تحت 2 جنيه الضعف، او 2 جنيه عليها يعني، يعني حاجه من جنيه ونص تبقى 3 ونص. رقم 3 انه بعد كده لما شركات الادويه حصل تضارب في السوق وبدا الناس تشتري من هنا بسعر وتشتري من هنا بسعر وده بيبيع بسعر وده بسعر، ده التضارب دوت عمل لغط، قعدنا حضرتك حوالي بتاع شهر
او شهر ونص في القصه ديت عمالين نطالب وزاره الصحه باصدار نشره رسميه مختومه بختم الوزاره. رد الوزاره بقى ايه؟ رد الوزاره، طب احنا عندنا عاملين على الويب سايت بتاع الوزاره بتنزل فيه الحاجات، الويب سايت طبعا كان عليه حاجات مره بيسقط ومره بينزل، وده حاجه مش ما هوش ديكومنت. انا عايز حاجه ديكومنت في ايدي بحيث ان انا كصيدلي اقول للمريض والله ديت زادت من كذا لكذا، وده النشره الدوريه بتاعه الدوله اهيت او بتاعه وزاره الصحه. وما اديش فرصه لاي ده شركات او حاجات تتلاعب، لا صيدله ولا شركات ولا حتى شركات المريض هيبقى عارف يقول ورينا النشره بتاعتك عشان بالزبط. اعرف وابقى عندي ثقه في شراء الدواء بتاعي. بالظبط حضرتك، يعني هنا نقطة جوهرية زي ما حضرتك قلت، تقصير شوية من ناحية من وزارة الصحة في عدم إصدارها للنشرة، ده المفروض ده اللي تسبب في غلاء بعض الأدوية من صيدلية أو مكان لآخر. اختلاف سعر الدواء، معروف إن تسعيرة الدواء تسعيرة جبرية يعني ثابتة من أسوان لشرقية للأقصر لإسكندرية هي ثابتة داخل جمهورية مصر العربية، سعر الدواء ثابت. لا هنا فندم لو شارك في أربع صيدليات هتلاقي السعر هنا في الصيدلية مختلف عن ده كان بيحصل فعلا في أول شهر، مازال حاليا دلوقتي ويعني إلى حد ما، يعني مثلا كان في مثلا أدولور أمبول ده كان ب 6 جنيه المفروض ان هو زاد ل 8 جنيه، الشركات كانت مزوداه ل 12 جنيه تمام، وبعدين رجع سعره تاني 8 جنيه تمام. بس الكلام ده امتى بقى؟ بعد ما نخاط الصيادله صوتها راح في قصه يا جماعه ارحمونا نزلوا لنا لو سمحتوا الكتيب، لدرجه ان النقابه نفسها طبعت الكتيب دوت على حسابها بعد ما فتره طويله اتعمل على اسطوانات على سي دي وطبع الكتيب، وبدات النقابات الفرعيه تبدا توزع في الكتاب دوت علشان الناس، لان الناس يعني بيحصل مشاكل في الصيدليات والنقابه معنيه بانها مش عايزه يحصل اي بلبله او شوشره او اي مشاكل في الصيدليات، فبدات تطبع الكتاب دوت وينزل. المشكله بقى الثانيه في ايه؟ انه بعد فتره من التسعيره فوجئنا بانه وزير الصحه يصدر قرار ثاني بان الحاجات اللي فوق ال 30 جنيه الاخرى بدات تزيد. نعم. الحاجات اللي فوق ال 30 بدات تزيد. طب ليه بتزيد؟ قال لك علشان في بعض الاصناف مش برضو مش مغطيه التكلفه بتاعتها، فهنزود بحد اقصى كام؟ 6 جنيه. يعني حضرتك الحاجه اللي ب 30 بقت ب 36 حد اقصى 6 جنيه تمام. طبعا ده 6 جنيه ديت هو مش اقصى، هو ده كده الحد الادنى يعني اكتر من 20% 20% تاني. فانت حضرتك النهارده بتتكلم انه برضو شركات الادويه برضو ما زالت عملت نفس اللعبه الاولانيه اللي هي ايه؟ طيب مثلا حاجه زي الاوجمنتين 6 جنيه مضاد حيوي ناس كتير بتستخدمه. طبعا الشريط ب 29 جنيه الشريط كان ب 29 الشركات الادويه المفروض ان العلبه اكتر من كده، يعني المفروض العلبه فيها شريطين. قال لك لا انا هزود على الشريط. يا عم زود ال 6 جنيه على على العلبه. قال لك لا انا هزود على الشريط مش هزود على العلبه بحيث لان انا مسجله فيبقى انت كده بتزود 12 جنيه على العلبه مش 6 جنيه. المهم في الاخر ان هو وزاره الصحه رضخت لبعض الضغوط ومشيت التسعير على كده. مش هي دي المشكله برضه. المشكله دلوقتي ان احنا بعد زياده الاسعار اللي حصلت دي ال 20% او 6 جنيه اللي بنتكلم عليهم فوق الحاجات ال 30 ما زالت الادويه ناقصه. هو ده السؤال، ليه الادويه ناقصه مع انه قرار وزير الصحه بيقول انه اي دواء الشركه مش هتلتزم بانتاجه بعد زياده التسعيره هيتم سحب الترخيص الرخصه بتاعه الدواء دوت من الشركه واعطائها لاي شركه ثانيه عشان تصنعه. تمام. لحد اللحظه اللي احنا بنتكلم فيها الفقره دي تحديدا ما اتنفذتش. ليه بقى؟ سؤال وزير الصحه. انت كصيدلي يا فندم، حضرتك كصيدلي شايف دلوقتي احنا غلينا الادويه عشان خاطر نوفر الادويه؟ لا ده احنا غلينا الادويه وزادت الادويه الناقصه اكتر من 1700 دواء. هل المعلومه دي صحيحه يا فندم؟ طبعا 1700 والعدد في تزايد. حضرتك النهارده مثلا المحاليل احنا عندنا مشكله في 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 ادويه اساسيه. يعني انت حتى لو بتتكلم في ادويه ترفيهيه ولا صحيح. حاجه مش لا لكن المحاليل حاجه مثلا ايه يعني اساسيه ميه اساسيه واحد اغمى عليه عايز تعلق له ازازه محلول صحيح. علشان واحد داخل يعمل عمليه فانت عاوز تعلق له 3 4 5 ازاز محاليل عشان تعوضه عن الدم اللي بينزل والنزف اللي بيحصل له فانت الحاجات دي مش موجوده وللاسف الشديد بيرجع لنظام احتكار وحضرتك بيرجع كمان يعني موجود سوق سوداء يعني الحاجات دي ساعات احنا كصيادله بنلاقيها في السوق السوداء وطبعا ما احناش عارفين نشتريها لانها مسعره جبريه فانا لو ازازه المحلول ب 6 جنيه او ب 5 جنيه او ب 8 جنيه لو انا رحت اشتريتها ب 10 جنيه و 15 جنيه طب هبيعها ازاي؟ تمام فهتعرضنا للمساءله. نسال برضو دكتور اسماء عن موضوع مهم جدا ونقطه اهم وهي برضو سياسه الغش في الادويه. افهم انا كمواطن او ك يعني حد عادي شخص عادي عايز يعرف الدواء اللي معاه ده سليم ولا لا مغشوش ولا لا والاكسباير برضو الصلاحيه بتاعته يعني مدى تواجد الصلاحيه دي هل فعلا الادويه ليها صلاحيه ولا لا يعني كلمينا عن نقطه غش الادويه وفي نفس الوقت الصلاحيه. تمام. اولا باعتبار الادويه يعني هو يعني كوضع حالي
يعني طبعا الادويه تناقص مستمر، فاي حاجه توقعوها بقى يعني سهل جدا الواحد ان هو يعمل منتج. نعم. وطبعا بنفس نفس البرودكت بالشكل الخارجي. يبقى غش ان هو بسيط، يعني ان هو ليه ما نقص الادويه ان هو يعني بيحاولوا ان هو يعالجوا، بيحطوا مشكله مكان مشكله للاسف. فمشكله زي عندنا اللي هو مشكله المحاليل، يعني المشكله ده هو ايه سبب نقص الادويه، هو ليه الاصناف دي بتقل عندنا في المستشفى. احنا لو بنتكلم ان هو اجباري المستشفى الادويه دي تيجي، اولا طبعا ده بيرجع للوزاره بتتاخر في تسديد الشيكات بتاعه الشركات، فبتضطر الشركات تقفل علينا، بتضطر الاصناف بتقع. يعني بدل ما كان في الاول الشركه بتنزل لنا 1000، بتنزل لنا 500، بتنزل لنا 200، بعد كده بتقفل نهائي، وطبعا بتقفل تاخد اصناف تانية. ما هو شركه بنضطر ان احنا ممكن يعني في الحال دي طبعا في اصناف بتنقص تماما، بنقنع المريض ان هي مش موجوده، الاصناف دلوقتي مش موجوده، هتيجي الشهر الجاي، هتيجي الشهر اللي بعده، المريض على طول كده. يعني احنا نفضل يعني مش المحاليل بس، في الاسبوسيد بتاع الاطفال يعني اللي هو حتى الاسبوسيد بقاله 3 شهور ما نزلش عندنا. كل مريض يجي لو مريض قلب تعبان مثلا طبعا، او عنده مشكله في الاورده، او عنده بياخد الاسبرين ده بيعمل سيوله عشان ما يمنع يعني يمنع تكون يعني كلوتس عنده جلطات ما تتكونش. المريض كل شهر بيجي يسالنا عليه مش موجود، شركه قافله. نواقص ثانيه برضو باعتبار يعني نواقص بدايل؟ لا بدايل يعني ما مش موجود، يعني حتى لو بدايل شركه بتصنع مثلا نفس الدواء. ما هقول يعني في الانسولين عملوا كده، في الانسولين المستورد لما كان بيجي لنا من الشركه المصريه كان تمام قوي، والمريض بياخده بيخف عليه وبيبقى تمام. دلوقتي لما قفلوا علينا الشركة المصرية طلبنا من تسرب ومن شركة تانية تصنيع اللقاح والمصل، فجابوا أنسولين مية، يعني اللي هو الأنسولين اللي هو مش أنسولين، يعني المريض بيجي يقول ده مية ده عصير ده مش أنسولين، ماليش أي تركيز. أنا عايزة أقول إن الناس بتيجي لو شافت الأنسولين تقول لا مش عايزينه، ما بيعملش أي حاجة، ده بالعكس ده أنا بتعب عليه. يعني هو ممكن فعلا يكون مغشوش. يعني هو الانسولين ميه، يعني هو مفيش يعني مفيش انسولين، مفيش كونستريشن اصلا ليه، يعني هو المريض بيقول انا بتعب عليه. طب والسبب فين؟ يعني سبب انه الانسولين جاي بالشكل ده المضروب ده بيرجع لايه؟ الشركه اللي وردت نفسها ولا لمين؟ طبعا. يعني حضرتك قصه غش الادويه هو طبعا عالميا في نسبه، يعني في ريشيو معين للادويه اللي هي ممكن تكون مغشوشه. لكن علشان نحد من قصه غش الادويه ديت قدامنا حاجتين. الحاجه الاولانيه اللي هي زياده الرقابه على المصانع نفسها، لانه الغش غالبا اما يكون سوء تخزين، يعني مش لازم تكون مغشوشه بالزبط. ممكن تكون حضرتك مثلا زي ما دكتوره اسماء بتتكلم ان الانسولين طلع مظبوط من الشركه لكن ما تمش تخزينه في الثلاجات تحت درجات الحراره اللي هي المفروض اللي هي المفروض ليها، النقل بتاعه مثلا نقلوه مثلا في درجات حراره مرتفعه، فده بيخلي الماده الفعاله نفسها بتتغير. لان حضرتك الماده الفعاله يعني مثلا انا بديك مثلا نفس الدواء اقول لك ديت لو اتفتحت دي انتي بايوتيك، حضرتك لو حليتيها اخرها اسبوع في الثلاجه وبعد كده خلاص تترمي. ديت مثلا قطره عين المفروض انها هتحطي منها حضرتك وبعد كده برضو هتحفظيها لمده اسبوع، بعد اسبوع خلاص حتى لو انت حضرتك طبتي وما تستخدميها خلاص، لان المفعول والتركيز اللي فيها بيقل. في بعض الحاجات لازم تتحفظ ولازم تتعمل في اماكن معينه، ممكن يكون الشروط بتاعه التخزين ديت مش موجوده عند بعض الشركات. تمام. يعني في تفتيش على الصيدليات طبعا تفتيش دوري وده يعني معمول بيه وبيكتشفوا لو في اي حاجه مغشوشه بتتعرف. تمام. لكن في قصور واضح في قصه الادويه، التفتيش على المصانع. التفتيش على المصانع ده المفروض يكون هو الاقوى لان ده السورس الاساسي. يعني حضرتك عايزه تفتحي عايزه تقفلي حنفيه، تقفليها منين؟ من اخر الخط ولا من اول الخط؟ بالظبط. لازم تقفليها من عند المصنع. من المصنع اشوف هل هو بيستخدم الجي ام بي بتاعه كويس مظبوط ولا لا؟ هل هو بيستخدم الحاجات اللي هي العالميه في التخزين ولا لا؟ هل يعني لازم يكون في زياده من التفتيش والرقابه على مصانع الادويه بدل ما هم يسيبوهم وفي الاخر يروحوا يدوروا على الادويه المغشوشه يشوفوها فين؟ بمناسبه التفتيش والرقابه، ايه الجهه اللي هي ممكن تضبط عمليه يعني اختلاف الاسعار ما بين صيدليه لاخرى وبرضه من شركه ادويه الاخرى؟ لان في ناس كتير جدا بتشتكي، يعني حتى انا بعض الناس بتتعامل مع صيدليه جابت الدواء ده ب 30 جنيه صيدليه ثانيه ب 40 جنيه بتتكلم مع الصيدلي اللي انت عايزه اعمله. ده بيحصل، بيبقى موجود، زي ما الصيدلي حاسس ان هو فريسه بس الفريسه الاكبر هو المواطن البسيط. الجهه بقى اللي هي المفروض انها تراقب وتضبط الموضوع ده يا دكتور؟ هو طبعا المفروض طبعا وزاره الصحه يعني تعمل مشكله بتعمل بتزودها اكتر. يعني اخر مره وزير الصحه
بسبب نقص المحاليل، ان هو صدر امر، بعت امر للشركه المصريه انها تلغي توريد واستيراد اللبن المدعم للجهات الحكوميه، و يعني وزاره الصحه لغته، وكمان في الصيدليات الاهليه. المفروض الصيدليات الاهليه دي بتخدم الناس، يعني لو واحده في اي وقت احتاجت علبه لبن لابنها تنزل تلاقيها مفتوحه، لكن الوزاره طبعا ملزمه بمواعيد. المستشفى ليه ميعاد، ليه مثلا اخره 2 ليه 3 كده مواعيد. فهو صدر ان هو وريد امر ان هو يلغي توريد الالبان دي لوزاره الصحه. سبب بقى الوكيل وزاره ليه بيعمل كده، ليه امر ليه هو الغى توريد من الشركه المصريه للشركه الوطنيه اللي احنا بنتعامل معاها، اللي هي بتصدر لنا الالبان وللصحه من اكتر من 50 سنه، من ايام جمال عبد الناصر، واحنا بنتعامل مع الشركه الوطنيه. ليه في الوقت ده يبعت الغاء الامر وياخد اللبن ويوقف وياخد الكميات ويعلي سعرها من 18 ل 26؟ ليه هو بيعمل كده؟ ده بالعكس كمان الجيش هينزله 30 بالظبط. ليه هو بيعمل كده؟ يعني السؤال ليه المفروض حد يطلع مسؤول من عنده يقول ليه ارتفاع الاسعار دي، وبالعكس كمان مش موجود. واخر قرار نزله من يومين يقول نعمل نبطشات للصيادله لحد الساعه 8 عشان يوزعوا اللبن. يعني ده يعني صيدله يسيبوا الصرف ويسيبوا كل حاجه ويوزعوا اللبن، ده من امتى يعني؟ اذا في بعض الازمات محتاجين نحط ايدينا عليها، ومحتاجين يعني فيها التقنين بشكل جيد، لانه لكل قانون ليه ثغراته، وليه للاسف ممكن المستغلين ايضا بيقدروا يستغلوه بالشكل للاسف السيء. خلينا نقول دكتور محمد، من اهم برضو الحاجات والمشكلات اللي ممكن للاسف نتعرض لها او بنشوفها، يعني دكتور اسماء قالت في الاول انه احنا دورنا بنرشد الناس الدواء الفلاني بيتاخد امتى، ما يتاخدش مع كذا عشان ما يتعرضش، ولكن في بعض الاسر بتستغل ده بانها ممكن ما تروحش للطبيب اصلا، خلاص هي اعتمدت على الصيدلي وبتاخد منه الارشاد ان اخد كمان ايه، انا عندي مغص، انا عندي دور برد، والنبي اديني مجموعه البرد او الانفلونزا اللي عندك. رايك في ده ايه؟ والمشكله هنا من عند الصيدلي ولا من عند الاسره نفسها؟ ونقنن ده برده ازاي؟ يعني هل الحل في ان احنا نحط هي روجيتا لو جت لي بيها هي دي بس اللي هصرف بيها الدواء، ولا في حلول اخرى نعتمد عليها؟ التصرف ده بقى عاده مصريه اصيله دلوقتي جدا، يعني ثقافه يعني، محدش بيروح لاي دكتور. هو احنا يعني هنتكلم، دي جزئيه مهمه جدا حضرتك اثرتيها، ومن الحاجات المهمه خالص انه على مستوى العالم دلوقتي في حاجه اسمها الصيدله الاكلينيكيه اللي هي كلينيكال فارماسيست. الصيدله الاكلينيكي احنا طبعا في الاساس اي حد، اي بيشنت عيان عنده مشكله، اول حاجه بنقول له روح للدكتور، عشان الدكتور هيقيس لك الضغط وهيقيس لك الحراره وهيكشف عليك، ولو عايز تحاليل هيعملها لك وكده يعني بالظبط. فدور الصيدلي ويعني تعظيم دور الصيدلي بقى ان هو لما حضرتك مثلا تكشفي وتيجي لي بروشته، دور الصيدلي مش ان هو يصرف روشته وبس، زي ما الدكتوره اسماء قالت دور الصيدلي ان هو المفروض ان هو بيوعي المريض. ممكن يكون الوقت مش متاح بالنسبه للطبيب ان هو يقعد معاه فتره طويله علشان حضرتك ده اطلبه انا من الصيدلي ولا المفروض هو من نفسه؟ لان صراحه ما فيش حد قال لي كده يعني. انا كصيدلي في الصيدليه بتاعتي اي مريض بيخش عليا وحتى لو معاه روشته بقول له لو سمحت خد القرص دوت قبل الاكل بنص ساعه. ليه؟ لانه ده هو بيسالني، حتى المريض ساعات يعني بيستغرب انه انا بقول له خد ده قبل الاكل وخد ده بعد الاكل وخد دي كل 8 ساعات. ولو سمحت مثلا يعني احنا كنا بنلاحظها حتى في الجرعات بتاعت السوفالدي بتاعت فيروس سي دي، طبعا من الحاجات اللي هي انتشرت جدا الفتره الاخيره. حضراتكم عارفين ان فيروس سي منتشر في مصر بشكل كبير. الحمد لله سعر الدواء السوفالدي بدا ينزل في الفتره الاخيره سعره، فبدات الناس تتشجع انها تروح تشتريه من الصيدليه. فلما يجي لي يشتريه من الصيدليه اقول له لو سمحت خد العلاج بتاعك في مواعيد ثابته، مثلا خده الساعه 8 مثلا مساء كل 24 ساعه، يبقى حضرتك هتاخده ان شاء الله بكره الساعه 8. طب يا دكتور مش ممكن اخده الساعه 6؟ لا حضرتك ممكن تاخده الساعه 6. ليه طيب؟ ابدا اشرح له بقى انه الدواء دوت له كونسنتريشن في الدم في البلازما، وحضرتك المفروض ان هو معمول علشان هيمر بشويه مراحل داخل الجسم، فعما الجسم يبدا يتخلص منه هو احنا حاسبينه 24 ساعه. الناس الصيادله اللي هم، لانه الصيدلي ده هو الخبير الاول بالدواء، هو اللي بيصنع، هو اللي بيقف في المصنع، هو اللي بيبتكر الدواء. يعني ابتكار الدواء ده دي اصلا الشغل الاصيل للصيدلي. فانا اللي هو الكلينيكيه، الصيدله الكلينيكيه بقى تحديدا معظم دول العالم بدات يعني تطبقها، واحنا في مصر هنا بدانا الحمد لله بقى لنا سنتين ثلاثه بدانا نشتغل فيها كويس. ده وصلت لسبيشاليستي كمان يعني، ده هو تخصص يعني بدا حد مثلا شغال كلينيكال فارماسيست كارديولوجي، او حد مثلا في العنايه المركزه، يبقى ده صيدلي عنايه مركزه. ليه؟ هو هيدرس كل الادويه اللي بتستخدم في العنايه المركزه، وبالتالي فديت فيها يعني افاده كويسة. فيها افاده كبيره جدا. العالم كله بدا يتجه ناحيه التخصصيه. ليه؟ اقلل الاخطاء بتاعه تعاطي الادويه.
في مثلا زي ما الدكتوره كانت بتتكلم دراج دراج انتر اكشن، في ادويه بتتعارض مع بعضيها، ما ينفعش ادي حاجه مثلا للضغط المرتفع وفي نفس الوقت ادي مثلا معاها كورتيزون فهيرفع الضغط زياده. يعني انا مثلا في مره من المرات جات لي روشتة، الدكتور بتاع يعني كاتب للمريضه ظهرها وجعها وتمام تمام كده روشتة، وبعدين في الاخر كتب لها ديبروفوس، وهو اصلا ما سالهاش هل انت عندك ضغط ولا عندكيش، وهي كانت مريضه ضغط وسكر، فلو خدت الكورتيزون هيرفع الضغط هيرفع السكر وهيعمل مشاكل تانية اكتر من الفايده اللي كانت هتاخدها. هو ده دور الصيدلي، ان هو يفهم المريض، لان هو المريض بيتفاعل مع الصيدلي تفاعل مباشر. يعني ما بيدفعش فيزيتا وهو داخل الصيدليه، ما بي الصيدلي ما بيقولوش لا انت خلاص انت قعدت معايا خمس دقائق خلاص توكل على الله، لا ده ما بيحصلش. في العيادات الدكتور عنده كم كبير من الكشوفات عايز يخلصها فملتزم بمواعيد، اما الصيدلي يعني بيحتك احتكاك مباشر بالمريض، وخدمه مجانيه، وانت عارف حضرتك بقى خدمه مجانيه عادي يعني ممكن نقعد بقى ونتكلم فيها كتير. تمام. وبالتالي فدور الصيدلي اللي الاستاذه كانت بتسال فيه، احنا طبعا عندنا استخدام المضادات الحيويه الشعب المصري بيستخدمها كده يعني كده، وده مش مطلوب. انا بيجي لي ناس كتير عنده نزله برد، طب عندك احتقان؟ لا ما عنديش احتقان. امال حضرتك عندك ايه؟ عندي والله شويه رشح وشويه صداع وشويه سخونيه. طب خد بنادول وخد مش عارف ايه شويه حاجات كده. طب مفيش مضاد حيوي؟ طب انت مش محتاج حضرتك مضاد حيوي، يعني حضرتك اصلا الاعراض اللي عندك مش محتاجه مضاد حيوي. انا كصيدلي ضميري المهني يحتم عليا ان انا انصحه النصيحه دي، اقول له بلاش مضاد حيوي، خد الحاجات الثانيه اللي هتفيدك. وزي ما قلت حضرتك انه وجود الصيدله الاكلينيكيه وتطبيقها وتعميمها دلوقتي موجوده في مستشفى دكتور يعقوب مستشفى القلب في اسوان، موجوده في 57، موجوده في بعض الاماكن اللي بيستفيدوا فعلا من الصيدلي الاكلينيكي ومن خبراته كخبير اول للدواء. الصيدلي هو الخبير الاول والاوحد للدواء. الحديث طيب عن الادويه مستمر مع حضراتكم، وهنكمل وهنعرف تفاصيل اكتر، ومهم زي ما حضرتك قلت ان احنا نعرف اثار الادويه، ما ينفعش ان احنا نلخبط فيها عشان للاسف ما نبقاش بعد كده الموضوع تفاقم معانا ونتعرض لكثير مشكلات. نستاذن حضراتكم فاصل ونرجع نكمل بعد شويه. اهلا بيكم مشاهدينا الكرام من جديد، وما زلنا معكم بنستكمل فقرتنا وكلامنا عن مشاكل الدواء في مصر، وايضا السلوكيات الخاصه من بعض المواطنين تجاه الدواء واتجاه ايضا بعض الصيادله والصيدليات. لما بنيجي نصرف الدواء ونيجي نتكلم للاسف ما بنلجاش للطبيب، بنجري على طول على الصيدلي، وبنظلم في النهايه وبيكون المظلوم في النهايه منظومه الصيادله، لانه الحقيقه محتاجين نقنن ده ومحتاجين نحل العديد والعديد من المشكلات. خلوني بس ارحب بضيوفي مرة تانية اللي منورنا ومشرفنا، دكتور أسماء عبد الله صيدلانية منورانا يا دكتور، شرفانا الحقيقة، وكمان معانا دكتور محمد جادو عضو التجمع الصيدلاني المصري، أهلا بيك يا دكتور منورنا ومشرفنا. أهلا بحضراتكم مرة أخرى، وما زال الحديث يعني مهم جدا عن موضوع الأدوية ومثارة لغط يعني مسار دام المريض المصري. دكتور محمد، شايف الحلول المثلى في هذا التوقيت حتى نتغلب على كافة العقبات اللي بتواجه موضوع الأدوية، سواء من غلاء الأدوية، سواء من الدور الفعال والأمثل اللي المفروض تقوم به وزارة الصحة وشركات الأدوية المفروض يكون عندها دور وواجب وطني في المقام الأول، تحب تقول لنا إيه؟ والله أنا أول حاجة أقدر أقولها إنه أولاً لازم وزارة الصحة يعني تقوم بالمسؤولية الطبيعية بالنسبة لها، إنها أولاً لازم تنفذ كل القوانين. الشركات اللي ما تستجبش لتصنيع الأدوية اللي هي الناقصه دي تسحب التراخيص بتاعتها وتسندها لشركات تانية. رقم اتنين، ودي حاجه مهمه جدا، تعظيم دور قطاع الدواء الوطني. تمام. احنا عندنا قطاع الاعمال في اكتر من شركه، عندنا شركه منفيس وعندنا شركه سيد وعندنا شركه النيل وعندنا اكتر من شركه، شركه النصر. الشركات دي عندها اصناف وعندها خطوط انتاج شغاله بقالها يعني اكتر من 50 60 سنه. تمام. الشركات دي محتاجه دلوقتي تفعيل دورها بايه؟ انها المكان بتاعها، يعني مثلا ازمه المحاليل، يعني في اتصال مع يعني احد المسؤولين في شركه النيل، قالوا انه احنا بقالنا اكتر من سنتين بنطلب صيانه للمكن ومفيش، الوزاره عشان اعتمادات الماليه عايزه اجراءات معقده، وبالتالي فاحنا شغالين بطاقه 50%. تمام. فلو حضرتك الشركات الوطنيه دي اللي هي اصلا في الاخر لما تكسب الربح بتاعها هيرجع لجيب المواطن والدوله، ديت المفروض ان يتعظم الدور بتاعها، يعاد الهيكله بتاعتها، نعيد الهيكله بتاعتها، نخلي الاداره بتاعتها اداره قويه، نبص لها كمشروع وطني، لانه الدواء ده
خط احمر. صحيح. يعني حضرتك ممكن في حاجات ممكن يعني ما نعملهاش، لكن الا الدواء. صحيح. يعني مشكله الالبان اللي الدكتوره كانت بتتكلم عليها من شويه دي ازمه حقيقيه، يمكن حضراتكم لمستوها. طيب. ولو في تقارير عندكم هتلاقي الناس قطعت الطرق. طيب. وعملت مشاكل. هنكمل الحديث مع موضوع مشكله الالبان والادويه الناقصه، ولكن خلوني ارحب بالدكتور ايمن حسن، دكتور صيدلي بمحافظه البحر الاحمر مدينه الغردقه. اهلا بيك يا دكتور، تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا استاذ عاطف. اهلا بيك يا دكتور. دكتور، في فقرتنا دلوقتي بنتكلم فيها عن موضوع الادويه، مشاكل الادويه بشكل عام وسياسه استخدام الدواء. وحضرتك دكتور صيدلي وصاحب يعني احد الصيدليات في محافظه البحر الاحمر، شايف اللغط الموجود دلوقتي في موضوع مشاكل الادويه وتحديدا بعد القرار اللي من شانه غلى، يعني بعض اسعار الادويه ارتفعت بحيث ان احنا نقدر نوفر الادويه، للاسف انعكس بنقص في انواع عديده من الادويه، يعني قاربت على 1750 نوع دواء. شايف حضرتك من وجهه نظر من هو السبب، ازاي نقدر نحل منظومه الادويه بشكل ايجابي في المرحله اللي جايه بحيث ان احنا نسهل ونيسر شويه على المواطن المصري المريض البسيط؟ انا شايف ان المشكله مش بايد الدوله خالص، المشكله يعني اكبر مننا، خصوصا بعد ازمه الدولار. احنا المعروف ان احنا بنجيب المواد الخام بتاعتنا من بره، فطبعا غلو سعر الدولار ونزول الحد الائتماني بتاع مصر خلى في صعوبه كبيره جدا ان احنا نوفر المواد الخام ونصنعها. فانا شايف ان حل المشكله ان احنا لو عرفنا نصنع المواد الخام، او احنا عندنا اوريدي التكنولوجي بتاعت الكلام ده، ولكن محتاجه تفعيل، محتاجه ناس تجري عليها ان احنا نصنع المواد الخام بتاعت الدواء. ثاني حاجه، لو يا ريت ان احنا كبلد زي اي بلد متقدم نعمل هيئه عليا للدواء، هيئه عليا مختصه بالدواء، يعني كل بلد فيه الكلام ده، ولكن احنا ينقصنا هذه. دور الهيئه ايه يا دكتور؟ يعني ايه اللي هتنظمه وايه الدور الامثل اللي هتقوم بيه الهيئه العليا للدواء اللي حضرتك بتنصح بيها يا فندم؟ يعني الهيئه العليا دي المفروض ان هي بتنظم كل ما هو يخص الدواء، يعني البدايه من تصنيع المواد الخام وانشاء مصانع تخص الدوله. الاهتمام بالنواقص، يعني اي صنف ينقص تبع شركه معينه ندور نبحث ايه المشكله؟ هل المشكله في المواد الخام؟ هل المشكله في ازمه الدولار؟ يعني الهيئه دي مختصه ان هي تحل المشاكل الخاصه بالدواء، ولكن احنا مش يعني لما تيجي المشكله نقعد بقى نفكر، ولكن الهيئه دي هتمنع حدوث مشاكل بعد كده، هتنظم تصنيع الدواء، هتنظم ان احنا ما يحصلش نواقص في البلد، تبقى مسؤوله عن المنظومه باكملها يعني. حاجه كده خاصه بالدواء، يعني نعتبرها وزاره دواء، يعني حاجه مهتمة اهتمام كلي بالدواء، ولكن احنا نقصنا هذه الحتة. ثاني حاجة احنا يعني اتفضل يا دكتور، سامح حضرتك. ثاني حاجة بس هو الأزمة بتاعت الأزمة الاقتصادية طبعا بتمر بها البلد، يعني هو أكيد طبعا الظروف الاقتصادية بتأثر على كل حاجة، ولكن هو المفروض أن يكون الدواء خط أحمر، ولازم يعني كدولة نفكر ازاي نحمي صناعة الدواء من التأثر بالاقتصاد عموما. طيب طبعا لما ينقص صنف مثلا بتاع ضغط او صنف بتاع سكر او صنف بتاع كانسر ما ينفعش، لا قدر الله، طبعا بتبقى مشكلة بتأثر فعلا على حياة عيان. حصل قبل كده ان في ناس ماتت. عندنا أزمة المحاليل، دي مشكلة كبيرة جدا. يعني ممكن عيان سكر مثلا يتوفاه الله علشان مش لاقي ازازة جلوكوز عبارة عن مية وسكر. يعني احنا المفروض حاجه ارجف زي كده، المفروض يعني لو في هيئه عليا للدواء هتمنع طبعا حدوث الكلام. طيب السؤال الثاني دكتور ايمن متعلق بسلوكيات تناول الادويه، زي ما كنت بتكلم مع الدكاتره اللي مشرفيني دلوقتي ان عندنا كده يعني عاده مصريه متعارف عليها، لما اجي اتعب اكلم صيدلي ما اروحش للطبيب. دلوقتي في ناس كتير جدا لما تيجي تطلب الادويه الصيدلي يقول لها المصري ولا المستورد، هي بشكل تلقائي تقول لك المستورد. ليه عدم الثقه في الدواء المصري رغم ان هو في كثير من الاحيان بيكون الماده الفعاله اقوى من المستورد؟ هل الكلام ده صح ولا لا يا فندم؟ دي عقده الخواجه اللي بيقول لا المستورد احسن من المصري. طبعا الكلام ده عادي تماما من الصحه، هي الماده الفعاله واحده في كل مكان. الماده الفعاله اللي بتصنع بتروح المانيا عشان تصنع هي نفس الماده الفعاله اللي بتيجي عندنا، ما فيش فيها اي مشكله خالص. صحيح. خصوصا ان احنا بنستورد مواد الخام، احنا مش بنصنع مواد خام، الماده الفعاله بتاعت الدواء. تمام. احنا بنتكلم على ماده فعاله، يعني ما لا اعتقد ان هو يكون الدواء مستورد احسن من الدواء المحلي في حاجه. تمام.
بنشكر حضرتك جدا الدكتور المحترم دكتور ايمن حسن من محافظه البحر الاحمر مدينه الغردقه. زي ما قال الدكتور ايمن وانا حابب شويه يعني اسلط الضوء على هذه الجزئيه، واعتقد يعني بتتعاملوا مع مرضى كتير لما حد بيجي يتكلم معانا عايز الدواء ده بس المستورد منه. ليه عوده الخواجه ما زالت موجوده عندنا رغم ان احنا رافعين شعار يعني اشتري المصري، مش بس كمان في السلع ولكن في الادويه بشكل كبير؟ هو حضرتك قصه المصري والمستورد زي ما الدكتور اتفضل وقال، بالعكس الدواء المصري ده معظم او 90% من الدواء المستورد اللي موجود في مصر هو دواء مهرب، وده مافيا، في مافيا معينه موجوده ومعروفه في مصر بتستورد الدواء بالتهريب وتقول لك ده مستورد وده مصري وده كذا وده كذا وده له فعاليه وده له بي بي يعني بيحاولوا ان هم يروجوا للافكار ديت، لكن طبعا ديت افكار بيضحكوا بيها او يعني بيحاولوا ان هم يوصلوا الرساله ديت للمريض عشان بزنس عشان ياخدوا فيه فلوس كتير. لكن الدواء المصري دواء فعال، دواء امن، فيه عليه طبعا رقابه، احنا بنطالب بتشديد الرقابه، لكن الدواء المصري قد تكون الفعاليه بتاعته افضل بكتير. وانا يمكن هناقش مع حضرتك يعني حاجه بسيطه يمكن تسمعوا عن حقن اسمها الار اتش. الار اتش دي بتتاخد بعد الولاده لو فصيله الدم بتاعه الزوج وزوجه مختلفه وبالتالي لازم تتاخد علشان نحمي البيبي الثاني من انه الجهاز المناعي بتاع الام ما يبداش يهاجم الدم بتاعه وبيحصل لها ابورشن في الثلاث شهور الاولى. الار اتش ديت كانت متوفره وموجوده والاستيراد بتاعها استيراد خاص للشركه المصريه اللي هي الشركه الوطنيه المؤسسه، الا انها من فتره ما عادش خلاص ما عادش اختفت من السوق، وظهر دلوقتي ار اتش مستورده ما نعرفش مستورده منين. كوري اللي يقول لك كوري اللي يقول لك صيني واللي يقول لك ما اعرفش ماليزي واللي يقول لك ما اعرفش ايه، لكنها إيه؟ غير مسجله بوزاره الصحه. ما نعرفش اصلا عليها ليها اي تحاليل ليها اي حاجه، والناس بتضطر انها تاخدها لانه الار اتش اللي هي المستورده الاصليه مش موجوده. اذا محتاجين نتخلص من عوده الخواجه زي ما قلنا، والدواء المصري فعال وقال عليه قويه جدا، ده اللي بيخليني اسال دكتوره اسماء انه هل في بدائل ارخص، هل في بدائل موجوده في ظل الازمه اللي احنا شايفينها من اسعار من نقص في الدواء؟ فاذا المواطن هو اللي مظلوم في المنظومه دي، والقدر الله في ناس بتصل بيها لحاله وفاه، هل في بدائل ارخص موجوده في الاسواق الناس ممكن تعتمد عليها عشان يعني ما يحصلش مشاكل في هذه الفتره بالتحديد؟ هو طبعا موجود البدائل بس المريض ما بيقتنعش بيها، يقول لا اصل انا متعود على كذا، يعني انا برتاح على الدواء الفلاني، انا مش انا ممكن اتعب واكتر لكن انا ما اخدش الدواء الفلاني ده حقيقة. لا ده مش زيه، لا ده انا عايز ما اعرفش ايه بالتفاصيل، لا ما يقتنعش بيه حتى لو جبت البديل وحطيته، حتى يعني لو اقنعتيني دي من نفس الماده العلميه، لا يقول لك لا يقول لك لا، وحتى لو اخده بعديها بيرجع يقول انا تعبت عليه، انتوا اديتيني دواء غلط، انتوا ما اعرفش ايه، انتوا بتاخدوا الادويه، انت بيحصل مشاكل بقى مع المريض، بندخل في موضوع كبير بقى، موضوع مشكله. نتمنى يا رب ان يكون ان شاء الله هناك حلول عاجله وقريبه وتطبق على ارض الواقع في منظومه الادويه دي بحيث ان احنا نسير اللغط. انا والله عارف ان الملف كبير جدا محتاج لا هي بس نقطه مهمه جدا، قصه الهيئه العليا للدواء. ثواني يا فندم بسرعه بس عشان خاطر وقتي. قصه انا بشكر الدكتور اللي اتصل. الهيئه العليا للدواء ده مطلب صيدلاني مهم جدا، هيحافظ على المريض المصري، هيحط سياسه دوائيه صحيحه للمصريين، هيبدا يعمل، احنا عاوزين مصنع للروماتيريال، عاوزين مصنع للمواد الخام، يكون فيه كل السياسه الدوائيه في قصه الهيئه العليا للدواء، يكون المسؤول عنها صيدلي فاهم كل الجوانب بتاعها، مستقل عن وزاره الصحه، تتبع مجلس الوزراء. بامل من الخالق عز وجل ان معالي وزير الصحه يكون سمعنا يا فندم بيشوفنا ويستجيب لهذه المطالب اللي بتصب في المقام الاول والاخير لصالح المواطن المصري البسيط. شكرا ليك الدكتور محمد جادو عضو التجمع الصيدلي المصري، شكرا ليك يا فندم شرفتني، وشكرا ليك الدكتور اسماء عبد الله الصيدلي شرفتنا يا فندم، اتمنى يا رب كل التوفيق. بشكرك كمان زميلي العزيز عاصم، وبشكركم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه، يا رب النهارده تكونوا قدرتوا استفادوا من هذه الموضوعات اللي اتكلمنا عنها. إذا نلقاكم في لقاء جديد واللون الأخضر، استودعكم عنايه الله وأمنه، وإلى اللقاء.